برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته عن بعد، وفي مستهل الجلسة عربت معالي رئيسة مجلس النواب عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يوافق 7 مايو من كل عام إلى كافة العاملين في الصحافة البحرينية في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم، ومؤكدة الدعم النيابي للصحفيين والصحافة البحرينية، ومشيدة بجهودهم الوطنية المخلصة وبدورهم البارز في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجم الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: تم اختار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات والأراضي في البحرين. ثم استعرض المجلس في جلسته الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، بعدها ناقش المجلس تقرير كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون وتمت إحالته إلى مجلس الشورى.